بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بحضراتكم معانا في راينو ايجيبت، اكبر تجمع لدكاترة الراينولوجي في الوطن العربي. بنقدم لحضراتكم عدد كبير جدا من المحاضرات والانستراكشنال كورسز والكادافيريك ديسكشن. بنوعد حضراتكم ان كل واحد فينا هيلاقي اهتماماته، بنتكلم على البيزك ليفل، بنتكلم على الادفانسد ليفل. عدد كبير جدا من الخبراء الاجانب هيشرفنا ان شاء الله وهيشارك في الكادافيريك ديسكشن وفي الانستراكشنال كورسز. يعني كفايه ان احنا هنتقابل مع حضراتكم مره ثانيه بعد فتره طويله جدا من الاونلاين جاذرنج. اخيرا هنجتمع كلنا مع بعض مره ثانيه ونشارك الخبرات بتاعتنا زي ما احنا متعودين. برضو نوعد حضراتكم ان المؤتمر هيقدم لكم كل الابديتس الموجوده في التخصص. في جزء بيتكلم على البيولوجيكس وفي اجزاء من المؤتمر بتهتم جدا من الابروتشز الجديده والسكال بيز. بنتكلم برضو على الجايد لاينز وكل الايجيبشن جايد لاينز اللي انجزناها مؤخرا. جزء كبير جدا من التخصصات التانية هيكون موجود زي الراينوبلاستي والماكسيلوفيشيال والابستراكتيف سليب ابنيا. منتظرين حضراتكم ونتشرف بوجودكم معانا، ودايما بنقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو مختلف زي ما تعودنا مع بعض. شكرا لحضراتكم.